ننتقل إلى ياسمين عبيد من دائرة الأرصاد الجوية. مساء الخير. يسعد مساك أستاذ بسام، مساء جميع المشاهدين والمستمعين. الله يعطيك العافية. يقال هناك ارتفاع في درجات الحرارة في خلال الأسبوع القادم، ما صحة هذا الكلام؟ هلا بالنسبة للأجواء خلال يعني من هون لأربع أيام يعني ما في ارتفاعات، هو راح تتذبذب درجات الحرارة ما بين درجة إلى درجتين. الأجواء بشكل عام راح تكون صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، لكن في الأغوار والعقبة راح يكون حار. هلا بالنسبة للارتفاع، الارتفاع راح يكون بشكل طفيف يومي الثلاثاء والأربعاء بحوالي درجة عن اليوم، يعني اليوم نحكي العظمى في عمان حوالي 32، يوم الاثنين راح تبقى 32، أما يوم الثلاثاء بترتفع بحدود الدرجة، لكن الأجواء راح تبقى صيفية عادية. يوم الأربعاء بإذن الله بترتفع بحدود كمان درجة، بتوصل 34 بعمان، تتحول الأجواء إلى حارة نسبيا. يوم الخميس ترتفع كمان بحدود الدرجة، تبقى الأجواء حارة نسبيا، لكن الجمعة والسبت راح يكون في انخفاضات متتالية على درجات الحرارة لترجع حوالين معدلها. يعني يوم الخميس هي أعلى درجة حرارة خلال هذا الأسبوع، بتكون أعلى من المعدل بحدود الأربع درجات مئوية، لكن بإذن الله يومي السبت والأحد ترجع لمعدلاتها بإذن الله. يعني الحد الأعلى اللي راح تصله الحرارة يوم الأربعاء والخميس كم ستكون؟ يوم الأربعاء بعمان راح تكون حوالي 34، يوم الخميس ما بين 35 إلى 36، يوم الجمعة بتنزل إلى 35، أما يوم السبت ممكن توصل حوالي 33 درجة مئوية. وهذا الحرارة طبيعية في مثل هذا الوقت من السنة؟ نعم، هي حول معدلات، هاي المعدلة اليوم بحدود 32 درجة في عمان، ويوم الخميس والجمعة راح تكون أعلى من معدلاتها بحوالي درجتين إلى 3 درجات مئوية، لكن لا تلتقي أنها تكون موجة حر أو أجواء حارة، راح تكون أجواء حارة نسبيا بشكل عام في أغلب مناطق المملكة. يعني كل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بما يتعلق موضوع ارتفاع درجات الحرارة يعني بكثرة أو بارتفاع غير معقول، فبالتالي ما نسمع ونأخذ الخبر إلا من دائرة الأرصاد الجوية أو الجهة الرسمية المعنية بذلك. كل الشكر أختنا ياسمين عبيد على أعطانا النشرة الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم. كل الشكر سيدتي. شكرا لكم، أهلا بكم.